بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات الصرف، لا كونجيغيزون، لو فيرب، لي مود، لي طون. إذن طبعا كنا قد تكلمنا عن مجموعة مودات، منها لو مود انديكاتيف الذي ذكرنا منه طبعا لو بريزون، الذي قلنا بأنه هو زمان يدل على الحاضر. عندما نتكلم عن لو بريزون، عندما نصرف فعلا في لو بريزون، عندما يحدث في الحاضر. لو باسي كومبوزي طبعا هذا الزمان يدل على الماضي، لكن ممكن انه يكون له تاثير على الحاضر. مثلا عندما نقول نسون بارتي، يعني نحن انطلقنا. مثلا عندما نقول نسون بارتي، نحن انطلقنا، فممكن بالفينة والاخرى نقول نصوم أغيلي، يعني نحن وصلنا. فعل لو فير بارتير كونجيغي أو باسي كومبوزي، إذن هذا الفعل مصرف في الماضي، الماضي المركب. إذن طبعا ممكن يكون عنده تأثير على الحاضر، يعني في لحظة ما نقول نصوم أغيلي، ممكن في لحظة ما نقول نحن وصلنا. إذا انطلقنا باكرا سنصل مثلا باكرا. على كل حال ممكن لو باسي كومبوزي ممكن يكون عنده تأثير على الحاضر. هذا لو باسي كومبوزي. لامبارفي قلنا بأنه يدل على الماضي المتردد، ممكن نتكلم عن عدم، عن فعل كان يتردد في الماضي. ممكن أن لامبارفي يأتي للتعبير عن وصف مشهد، نقول مثلا لو سولاي دي ساندي، يعني أن الشمس كانت تنزل. ممكن أيضا أن لامبارفي يأتي للدلالة على ماضي، لكن عنده علاقة بالحاضر. نقول مثلا لطفلين كنت إيتي بيتي، عندما كنت صغيرا، ولكن هو لازال صغير. إذا ممكن أن هذا الماضي يمتد إلى الحاضر. الفرق بينه وبين لو باسي كومبوزي أن لو باسي كومبوزي تنصرف فيه فعل، وممكن أن هذا الفعل يكون عنده تأثير على الحاضر. لامبارفي طبعا نتكلم على الماضي، وممكن أن هذا الماضي يستمر في الحاضر. ثم عندنا لو بليس كو بارفي، إذا نتكلم عن زمان آخر في الماضي لكنه يسبق ماضي آخر، مثلا لو باسي سامبل، مثلا لامبارفي إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن لو بليس كو بارفي. ثم عندنا لو باسي سامبل. لو باسي سامبل طبعا لو باسي سامبل تنتكلم على واحد الماضي اللي في زمن ليس له علاقه بالحاضر، او نتكلم عن ماضي سريع، نتكلم عن ماضي لم يدم فيه الفعل طويلا. اذا نستعمل لو باسي سامبل. طبعا ايضا لو باسي سامبل يستعمل كما قلنا في الكتابات، خاصه في القصه والروايات. لو باسي سامبل ايضا لا يستعمل كثيرا في لوغال، يعني انه يستعمل كما قلنا في الكتابات، على عكس لو باسي كومبوزي انه يستعمل كثيرا في لوغال، في الحوارات وفي الكلام العادي بين الناس. اذا نستعمل لو باسي كومبوزي بدل لو باسي سامبل الذي يبدو اكثر تعقيدا. ايضا لو باسي اونتيريور كما قلنا بانه هو ايضا مثل لو بليس كو بارفي، انه ماضي يأتي قبل ماضي آخر، ولكن في الغالب تيجي قبل من لو باسي سامبل، غالبا أنه يستعمل مع لو باسي سامبل. ثم ذكرنا لو فيتور سامبل، إذا نتكلم عن زمن يصرف فيه الفعل في المستقبل، إذا نتكلم عن زمن المستقبل. ثم في هذه الفقرة سنرى لو فيتور أونتيريور، كما سنرى لومبلوا دي فيتور اونتيريور، إذن استعمال هاد الزمان. كما نلاحظ لو فيتور اونتيريور من الاسم تيبان لنا بأننا تنتكلم على واحد المستقبل سابق، المقصود بأننا تنتحدث على واحد الفعل في المستقبل، ولكن غيجي قبل من واحد الفعل آخر في المستقبل. إذن لو فيتور اونتيريور إتان طون دي فيتور، إذن هو أولا زمان للمستقبل. ستانطون كومبوزي هو زمان مركب، ماشي بحال لو فيتور سامبل
تيتصرف فقط الفعل نضيف له لترمينيزون. هنا طبعا ملي تنتكلموا على واحد لوطون كومبوزي اكيد غنستعملوا فيه لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، لكن اشنو اللي غيجي قبل منه؟ لوكسيليير افوار، لوكسيليير افوار او اتر، ولكن هاد المره غيجي في لو فيتور سامبل. هذاك لوكسيليير سواء كان اتر او افوار انه تيتصرف في واحد الزمان بسيط اللي هو لو فيتور سامبل اللي شفنا في الفقره السابقه، ثم ناتي بعده ب لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل المراد تصريفه في هذا الزمان. اذا امبلوي افيك لو فيتور سامبل، امبلوي افيك لو فيتور سامبل كونكوردونس. اذا كما تلاحظوا انه يستعمل مع لو فيتور سامبل. طبعا عندنا توافق هنا مادام ان الزمانين انهما ياتيان للدلاله على المستقبل. لو فيتور انتيريور peut s'employer avec le futur simple. Le futur antérieur ممكن أن يستعمل مع le futur simple، مع المستقبل البسيط اللي ذكرنا في الفقرة السابقة. pour exprimer من أجل الدلالة على une action qui aura lieu avant une seconde action، للتعبير عن فعل سيحدث على الأرض الذي سيكون له مكان. المقصود أنه سيحدث avant يعني قبل une seconde action، قبل فعل ثاني. المقصود هنا avant une deuxième action، قبل فعل ثاني. exemple مثال quand tu seras parti، عندما أنت ستنطلق. لو أردنا القول عندما أنت ستنطلقين طبعا سنضيف هنا. لماذا؟ لأن لو فيغ بارتيغ هنا غيجي مع جمع إتر، وبالتالي لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل أنه غيتأثر بلو سيجي. إذا قلنا مثلا عندما أنت تنطلقين، إذا هنا أتكلم عنك أنت، وبالتالي علي أن أضيف هنا لكن هنا لم أضيف وبالتالي المفهوم عندما أنت ستنطلق. quand tu seras parti، عندما أنت ستنطلق. ils fermeront la porte، هم سيغلقون الباب. fermeront طبعا هذا لو فيرب فيرمي conjugué au futur simple، أنه مصرف في المستقبل البسيط. كما تنشوفوا بأن الفعل خدا لي تيرمينيزون، خدا لا تيرمينيزون ديال هاد الزمان مع إيل افيك اس. ثم عندنا كونتي سوغا، طبعا سوغا هذا لو فيرب اتر مصرف في لو فيتور سامبل. نقول جو سوغي، تي سوغا، إل سوغا، نو سوغون، فو سوغي، إل سوغون. إذا طبعا نضيف له هاد بارتي اللي هو لو بارتيسيباسي كما قلنا الخاص بفعل بارتيغ. employé seul، يستعمل وحيدا. le futur antérieur peut s'employer seul pour exprimer un fait ou une action qui sera achevée à ce moment-là. اذا ممكن ان هذا le futur antérieur، نتكلم على المستقبل كما نقول السابق. le futur antérieur peut s'employer، ممكن انه يستعمل. seul، ممكن انه يستعمل وحيدا، يعني بدون أن نرفقه بحدث آخر يأتي بعده في لو فيتور سامبل. بور إكسبريمي، إذا يستعمل واحد من أجل التعبير عن أن في أو إن أكسيون، من أجل التعبير عن حدث أو عن فعل كي سوغا أشوي الذي سينتهي أسو مومون لا، يعني في هذه اللحظة، يعني أنه لن يدوم. إكزامبل مثال دون دو زون، في سنتين، بعد انتهاء سنتين المقبلتين بمعنى آخر. إيل أوغون فيني لي طرافو، يعني هم سينهون الأعمال، هم سينهون الأعمال في سنتين، سينهون الأعمال في سنتين. ثم
La construction du futur antérieur. La construction du futur antérieur. بناء المستقبل السابق كما نقول. إذن المقصود هنا كيف لنا أن نشكل هذا الفعل، كيف لنا أن نشكل هذا الزمان من فعل نريد أن نصرفه فيه. إذن on conjugue l'auxiliaire être ou avoir au futur simple كما قلنا، نصرف المساعد être أو المساعد avoir au futur simple في المستقبل البسيط، auquel الذي له on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer الذي له نضيف le participe passé الذي ذكرنا طبعا لكل فعل طبعا كما رأينا أنه عنده واحد لو بارتيسيب باسي الخاص به. مثلا لو فيرب فوار عنده في، مثلا بارتير عنده بارتي كما رأينا هنا، مثلا الي عنده الي، مثلا مانجي عنده مانجي، مثلا ابيرسوفوار عنده ابيرسو إلى غير ذلك. إذا نضيف هاد لو بارتيسيب باسي لهاد l'auxiliaire avoir ou être conjugué au futur simple. Exemple, un petit là. Nous serons partis avant 6 heures du matin. Nous serons partis avant 6 heures du matin. Nous serons partis avant 6 heures du matin. إذا كما تلاحظوا تشكيل هاد الزمن كيف يتم. نصرف أولا، نصرف كما عندنا هنا لوكسيليار إتر أو فيتور سامبل، نضيف له هاد بارتي كما تنشوفوا بأن بارتي أضفنا لها إس. لماذا؟ لأن هاد لو بارتيسيب اللي تيمثل لنا واحد الفعل تيتأثر بهاد نو اللي هو السوجي. علاش؟ لأن هاد لو فيرب بارتير مصرف مع اتر كما قلنا بان اتر تيخلي لو بارتيسيب باسي يتاثر بلو سوجي. الا كان مؤنث نضيف او، كان جمع نضيف اس. ثم عندنا ايلزورون، ماشي ايلسورون، ايلزورون رياليزي، ايلزورون رياليزي ان البوم دي سيلاندي. اذا هم سيحققون، هم سينجزون، سينجزون ماذا؟ أن ألبوم. إذن سينجزون ألبوم من الصور، من الفيديوهات إلى غير ذلك، دي سي من الآن لاندي إلى الاثنين، من الآن إلى الاثنين، كما نقول من هنا إلى الاثنين، المقصود من الآن إلى الاثنين. Ils auront réalisé un album d'ici lundi. إذن ils auront réalisé كما تلاحظوا صرفنا avoir au futur simple، أضفنا له le participe passé الخاص بفعل réalisé. عموما la conjugaison du verbe avoir au futur simple se fait comme suit: j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront كما عندنا هنا ils auront. Pour la conjugaison du verbe être au futur simple, on dit je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. ثم عندنا le futur proche. شنو هو le futur proche؟ Le futur proche هو المستقبل القريب. هذا عنده صرف ديالو بعدو. تنستعملوا فيه le verbe aller هو المساعد. إذن l'emploi du futur proche، استعمال هذا الزمن le futur proche المستقبل القريب، exprime une action qui va se dérouler très prochainement. إذن هو يعبر عن فعل qui va se dérouler، الذي سيحدث، لاحظ هنا qui va se dérouler، استعملنا هاد va هو المساعد، استعملنا aller ثم أتبعناه بلو فيرب se dérouler، هذا في حد ذاته راه لو فيتور بروش. المعنى ديال هاد لو فيتور بروش كما راينا هنا انه تعبر على واحد الفعل كي فا سو ديغولي، الذي سيحدث تري بروشينمون، جد قريبا،
جيت قريبا. اكزامبل مثال جو في بروندر. قلنا الان كيفا سو ديغولي. هنا عندنا جو في استعملنا ايضا هنا لو فيرب الي جو في. هنا استعملنا لو فيرب الي. اقول مثلا جو في اليكول. انا اذهب الى المدرسه. il va à l'école. هو يذهب الى المدرسه. هنا عندنا جو في بروندر. انا ساخذ. وكما قلنا فيما سبق بان هذا تيشبه الدارجه تقريبا. جو في بروندر انا غادي ناخذ. يعني انني ساخذ قريبا. مون تران دون 5 مينوت. انا غادي ناخذ القطار ديالي. القطار ديالي مون تران دون 5 مينوت. في 5 دقائق. المقصود بعد 5 دقائق. اذا هذا هو المقصود بلو فيتور بروش. تنستعملو فيه لو فيرب الي كمساعد وماشي اتر او افوار. ثم ان الفعل اللي تيجي من بعد منه اللي هو في الحقيقه مستهدف. بحال دابا انا غادي ناخذ. فعل اخذ هو المستهدف ماشي انا غادي هو المستهدف. اذا جو في بروندر. اذا هذا الفعل اللي غنصرفوه في لو فيتور بروش واللي غيجي من بعد لو فيرب الي كمساعد. هاد الفعل بحال بروندر تيبقى الانفينيتيف. ما تنجيبو ليه لا بارتيسيباسي ولا حتى شي حاجه. يعني اننا تنحطو الفعل في الاصل ديالو. اذا لا كونستركسيون دي فيتور بروش. لا كونستركسيون دي فيتور بروش. اذا بناء هاد الزمن كيف يتم؟ كيف يمكننا ان نشكل هاد الزمن للدلاله على ان حدثا ما او فعلا ما سيحدث بعد لحظات. اون كونجيغ لو فيرب الي. اولا نصرف لو فيرب الي فعل ذهب او بريزون دو لانديكاتيف. تنصرفه في الحاضر. ثم اوكيل اون اجوت لانفينيتيف دو فيرب ا كونجيغي الذي لو نضيف لانفينيتيف. لانفينيتيف كما قلنا بانه هو اصل الفعل عندما لا يكون مصرف. إذن نضيف هذا الأصل إلى هاد لو فيرب الي اللي هو مصرف في البريزون. لانفينيتيف دو فيرب ا كونجيغي المراد تصريفه. إكزامبل أمثلة جو في مونجي مون غوتي. أنا سآكل وجبة أكل. إذا نتكلم عن وجبات ثانوية هنا. إذا نتكلم عن لو غوتي. إذا جو في مونجي مون غوتي. أنا سآكل هاد الوجبة. إذا طبعا كما تلاحظوا بأن لو فيغ مونجي ما صرفناش، خليناه كما هو. وضعنا قبل منه لو فيغ الي مصرف في البريزون مع جو. جو في كما تنقول جو في اليكول أنا أذهب إلى المدرسة. تيمكن ليا نقول هنا جو في مونجي أنا سآكل مون غوتي. ثم إل فا بخوندغ سون بان. هو سيأخذ حمامة مثلا. هو سيستحمي بمعنى اخر. il va prendre son bain. اذا عندنا لو فيرب prendre خليناه تركناه كما هو. ثم اسبقناه بهاد لو فيرب الي. اذا مع il في البريزون نقول il va. je vais tu vas il va. اذا il va prendre son bain. ثم عندنا مع نو طبعا لو فيرب الي نقول في البريزون nous allons. je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont. اذا nous allons rentrer. اذا نحن سندخل. en début d'après-midi. يعني نحن سندخل الى هذه المدينه مثلا او الى هذه القريه او الى هذا المكان. en début في بدايه. بدايه ماذا؟ d'après-midi في بدايه منتصف النهار الثاني. يعني بعد منتصف النهار. إذن نحن سندخل في بداية بعد منتصف النهار. كما تلاحظوا بأن هذه كلها أزمنة منضوية تحت لوموند انديكاتيف. رأيناها تقريبا كلها. هناك طبعا واحد الزمن اللي هو لو باسي ريسون. اللي هو لو باسي ريسون بحال لو فيتور بروش. حتى هو بحال لو فيتور بروش. غير هو لو فيتور بروش تيدل على المستقبل القريب. لو باسي ريسون
تيدل على الماضي القريب، شي حاجة يلاه عملناها. ثم لو فيتير بروش باش نعبرو به على واحد الزمن قريب غادي يوقع، تنستعملو لو فيرب الي كما راينا هنا. طبعا لو باسي ريسون تيستعمل لو فيرب فينيغ، تيستعمل لو فيرب فينيغ، هذا غنشوفو ان شاء الله. اذا سنستكمل في الفقرات القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.